أستاذ بروفيسور باتار نائب مدير جامعة جالما بعد التدرج والبحث العلمي وعضو لجنة تقييم العروض الشبهية لمسابقة الأيام الدكتورالية لجامعة تلمسان. أولا نشكر مدير جامعة تلمسان وكذا نائب مدير جامعة لتنظيمهم لهذه المسابقة الجد مهمة والجد رائعة بالنسبة لطلبة الدكتوراه. سعدنا كثيرا بالعروض الشبهية التي قدمت لنا، كما سعدنا بزيارة جامعة تلمسان والتعرف على قوانينها الإدارية والعلمية. ومما أسعدنا أكثر هو القيمة العلمية للعروض الشبهية التي تلقيناها من جميع طلبة الدكتوراه في الكليات الثمانية، وقد كان عملية التقييم جدا صعبة من تقارب المستوى. ونتمنى لكل هؤلاء الطلبة مستقبل زاهر في التعليم العالي والبحث العلمي. وتعتبر هذه الفعالية إحدى الفعاليات الرائعة لتنشيط البحث العلمي والتظاهرات العلمية ودعم طلبة الدكتوراه في مشوارهم. السلام عليكم.